بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي المهدى، السيد النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب، السادة أعضاء مجلس النقابة العامة، السادة أعضاء مجلس نقابة 6 أكتوبر الفرعية، السادة الحضور، اسمحوا لي أتوجه لكم بالتحية والتقدير والإعزاز لحضوركم جميعا هذا الحفل، لحضور الشباب تكريم شيوخهم وحضور الشيوخ واهتمامهم بهذا التكريم، وإن دل هذا فيدل على قوة محامين الجيزة وتجمعهم جميعا، وإنهم يد واحدة مفيش ما بينهم أي فرقة. وأنا سعيد جدا إن كل محامين الجيزة وكل دوائر الجيزة ممثلة في هذا الاحتفال حقيقي. ده يعني أنا مش عايز أقول لكم أنا قد إيه سعيد. وطبعا اسمحوا لي انا مش هطول على حضراتكم، ان انا بالنيابه عنكم وبمفصله عن نفسي انا اشكر معالي النقيب العام راعي هذا الحفل والذي تبنى الفكره منذ مهدها حتى التنفيذ حتى اليوم، وكان في كامل الاهتمام وكان موجها لنا على طول هذه الفتره في فتره الاعداد لهذا المؤتمر، فأشكره كثيراً. شكراً معالي النقيب.